أبناء أحبائي طلبة الشهادة الابتدائية، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات المراجعة العامة. وزي ما بقول لكم دائما، حلقة المراجعة مهمة جدا. ليه؟ لأن إحنا في حلقة المراجعة بنغطي جميع المنهج الفصل الدراسي الثاني لمادة الرياضيات. اسمحوا لي أفكركم بسؤال الحلقة السابقة قدامك على الشاشة، هو بيقول لي أي مما يأتي لا يمثل احتمال. أنا عايز إيه اللي هنا في الاختيار ما بيمثلش الاحتمال والسبب إيه؟ 75%، 2 على 3، سالب 4 من 10، 7 على 6. تاني يا جماعة، ده سؤال الحلقة السابقة، بيقول لي أي مما يأتي لا يمثل احتمال مع ذكر السبب. 75% و2 على 3 وسالب 4 من 10 و7 على 6. ويسعدني في بداية حلقتنا نستقبل اتصال شيماء طارق. ألو. ألو، ازيك يا شيماء؟ أهلا حضرتك. عامل ايه؟ الحمد لله. عرفتي سؤال الحلقة السابقة شيماء؟ نعم. عارفه تجاوبي سؤال الحلقه السابقه؟ هو انا عندي سؤال. اتفضلي، سؤالك صفحه كام؟ لا، هو مره كتبت بناء المدرسه. خارج كتاب المدرسه يا بنت، واحنا بننبه يا جماعه كتاب المدرسه. اتفضلي يا شيماء. شيماء طارق بتتكلم منين الاول؟ من حلوان. من حلوان. اتفضلي يا شيماء، مالي سؤالك؟ حجره على شكل متوازي مستطيلات. حجره على شكل متوازي مستطيلات، ابعادها من الداخل، أبعادها من الداخل، اتفضلي، 7 متر و5 متر. 7 متر و5 متر، وارتفاعها 3.5 متر. وارتفاعها 3.5 متر. نعم. 3.5 متر مش كده؟ نعم، 3.5 متر. اتفضلي يا بنتي. يراد طلاءه بالدهان، الجدران والسقف. بجدران الحجرة. تكلفة المتر يساوي 11. تكلفة المتر 11 جنيه؟ نعم. تكلفة المتر كام يا شيماء؟ 11 جنيه. 11 جنيه للمتر الواحد كمان. وليه احسب المساحة الجانبية والمساحة الكلية؟ احسب المساحة الجانبية، ماشي، عايز تكلفة الدهان؟ نعم. تمام، الجانبية والكلية. في معطيات تانية في المسألة؟ لا. طب معلش قولها لي تاني. حجرة على شكل متوازي مستطيلات، أبعادها من الداخل 7 متر و5 متر، وارتفاعها 3.5 متر، يراد طلاؤها بالدهان لجدران الحجرة، تكلفة المتر 11 جنيها، عايز المساحة الجانبية والكلية. ما قالش الحجرة فيها شباك ولا باب ولا أي حاجة خالص؟ لا. إيه؟ لا، ما فيهاش. ما فيهاش؟ هو ده المسألة جاية كده؟ نعم. أوكي تمام يا بنت، أشرحها لك. في حاجة تانية ما أنتش فاهمها؟ لا، شكرا. شكرا ليك شيماء بنتنا من حلوان، شكرا. النهاردة حلقة مراجعة عامة، وفكركم سؤال الحلقة هوت على الشاشة. يلا نستقبل تلفوناتكم ونقول الإجابات. أنا أحب بادئ معاكم في المراجعة على تمثيل البيانات بالقطاعات الدائرية، وأنا محضر لكم السؤال على القطاعات الدائرية. طب ليه يا مستر اشمعنا بادئ حلقة مراجعة بالقطاعات الدائرية؟ لأنه لازم يجي في الامتحان، وسؤال جميل جدا وواضح. السؤال بيقول لي، يلا على الشاشة قدامك، يبين الجدول الآتي النسب المئوية للهوايات المفضلة لمجموعة من التلاميذ. البرامج أو الهواية، الموسيقى كانت النسبة 12.5%، الرسم 12.5%، الغناء 25%، التمثيل 30%، الشعر 20%، مثل البيانات السابقة باستخدام القطاعات الدائرية. أنا عايز أقول لكم حاجة، أول حاجة بتعملها إما تجيلك مسألة قطاعات دائرية، اجمع النسب المئوية اللي أنا مديلك في الجدول. طب ليه يا مستر؟ علشان المفروض النسب المئوية تطلع 100%، ده أول حاجة خالص أهو قبل ما تبتدي في مسألتك. هنجمع 12.5 + 12.5 + 25 + 30 + 20، هيطلع لنا فعلا 100%. طيب بتقول لنا كده ليه؟ علشان أنا ممكن أجيب لك الجدول واشيل لك خانه من الخانات، يعني اشيل مثلا تكون بتاع التمثيل، هوايه التمثيل اللي هي ال 30 في، يقول لك نقط، اكمل الجدول ثم مثل بالقطاعات الدائريه. ما خلاص، يبقى انت عارف ان انت جمعت النسب المئويه كلها تطلع لك 100%. هتجمع اللي عندك وتطرحهم من 100%، هيدي لك النسبه اللي هو عايزها. يبقى اول حاجه لسه ما بدناش في المساله، جمعت النسب المئويه لازم يطلعوا لي كام؟ 100%. خلاص تمام. نبتدي نجيب ايه بقى؟
قياس زاوية مركزية لكل معطيات من اللي مديهولي. يعني ايه؟ يعني عايز اجيب قياس الزاوية المركزية للموسيقى، وقياس الزاوية المركزية للرسم، وقياس الزاوية المركزية للغناء والتمثيل والشعر. ازاي يا مستر؟ بجيبها ازاي؟ بص يا حبيبي، مش احنا هنمثل كل ده في دائرة؟ طب الدائرة دي قياسها كام؟ مجموع قياسات الزوايا المرسومة عند مركز الدائرة اللي هي الزاوية المركزية 360 درجة، يعني انت عايز تجيب 12.5% من ايه؟ من ال 360. وده درس حساب المئة في الفصل الدراسي الاول. يعني اجيبها ازاي؟ يعني هضرب 12.5 على 100 في 360. يبقى احنا كده جبنا قياس الزاوية المركزية للايه؟ للموسيقى. تعالوا نشوف مع بعض الخطوات. يبقى اول حاجة اقول له قياس الزاوية المركزية للموسيقى 12.5 على 100 في 360 هيطلع لي 45 درجة، يعني قياس زاوية. وبالمثل اجيب قياس الزاوية المركزية للرسم 12.5 على 100 في 360 هيدينا 45 درجة. وبعدين قياس الزاوية المركزية للغناء 25 على 100 في 360 90 درجة. وقياس الزاوية المركزية للتمثيل 30 على 100 في 360 هيدينا 108 درجة. وقياس الزاوية المركزية للشعر 20 على 100 في 360 بيساوي 72 درجة. وقبل ما اقول لكم الخطوة اللي بعد ايه كده ايه، هناخد ابننا اندرو من اسيوط. الو الو، ازيك يا اندرو؟ الحمد لله. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله كويس. اخبار المذاكرة معاك ايه؟ الحمد لله. تعرف تجاوب سؤال الحلقة اللي فاتت يا اندرو؟ هيبقى طب نرجع تاني، استنى بس يا حبيبي نجيبه على الشاشة وتمشي معايا يلا واحدة واحدة. بيقول لي اللي مش الاحتمال ايه، 75% ولا 2 على 3 ولا سالب 4 من 10 ولا 7 على 6؟ اتفضل يا اندرو. سالب 4 من 10 لان قيمة الاحتمال محصورة بين 1 و 6. تمام، يعني ده مش احتمال. عشان اصغر من الصفر. برافو عليك، لان فعلا قيمة الاحتمال اكبر من صفر واصغر من الواحد. تاني يا جماعه، قيمه الاحتمال اكبر من صفر واصغر من ايه؟ من الواحد. طب يا اندرو، لو الاحتمال سوى صفر نسميه ايه؟ مستحيل. برافو عليك، تمام يا حبيبي. طب لو بيساوي واحد؟ مؤكد. يبقى ما ينفعش الاحتمال يكون اصغر من الصفر ولا اكبر من الواحد. ولذلك ابننا اندرو من اسيوط قال لي سالب 4 ده يا مستر لا يمثل احتمال. وايه كمان يا اندرو؟ ولا خلاص كده؟ الو، كده خلاص ولا في حاجة تانية بتمثلش احتمال؟ لا كده خلاص. طب بص كويس يا اندرو يلا عشان نجاوب سؤال الحلقة. 75% و2 على 3 انت قلت لي، و7 على 6، ايه رأيك في 7 على 6 يا اندرو؟ 7 على 6 مش انت قايل ان الاحتمال قيمته بين الصفر والواحد؟ طب ما 7 على 6 دي يعني 1 وسدس، ده اكبر من الواحد يا اندرو، ينفع تبقى احتمال؟ اندرو احنا قلنا الاحتمال يا حبيبي من الواحد اكبر من صفر واصغر من الواحد، اذا قيمة اكبر من الواحد لا يمثل برضو ايه؟ احتمال. اذا اللي بيمثل الاحتمال 75% واتنين على ايه؟ على تلاتة، ده بيمثل احتمال. تاني يا اندرو خلي بالك معايا، الاحتمال لو صفر بيساوي حدث مستحيل، الاحتمال لو بيساوي واحد حدث مؤكد. اذا الاحتمال الممكن بين الصفر وبين الايه؟ نشكر ابن اندرو من اسيوط، شكرا يا حبيبي، شكرا لاندرو. نرجع تاني يا جماعه، بعد ما جبت لنا بقى الزاويه المركزيه لكل هوايه، قبل ما اروح ارسم تعالوا بقى نجمع الزوايا اللي احنا جايبينها. احنا جايبين الزوايا طلعت 45 درجه و45 درجه و90 درجه و108 درجه و72 درجه، اجمعهم. لو جمعت الزوايا وطلعت 360 يبقى انت حلك لغد دلوقتي مظبوط. تاني، يبقى مسائل القطاعات الدائرية تمثيل البيانات بالقطاعات الدائرية اجمع لي النسب المئوية في الجدول، لازم يطلع لك 100% او المفروض تطلع 100%. بعد كده بعد ما تجيب قياسات الزاوية المركزية اجمع لي الزوايا المركزية، لازم يطلع 360. تمام، اه فعلا جمعناهم، وانا شايف ابنائي يلا جابوا آلة حاسبة وجمعهم طلع 360. بعد كده بنرسم دائرة. انا عايز اقول لكم هنا حاجة عشان ما تختلفوش. واحد يقول لي طب يا مستر انا هرسم دائرة وافتح برجة نص قطر 3 سنتي، واحد يقول لي الافرع 4 سنتي، 5 سنتي، 6 سنتي، 7 سنتي، كله تمام على فكرة كله صح. بس انا اقول لكم الدائرة اللي تبقى مناسبة مع المنقلة اللي انت بترسم بيها،
نفتح الدائره كام، البرجل الكام يا مستر بقى عشان تبقى مناسبه مع المقاله اللي برسم بيها؟ افتح البرجل بتاعك بنص قطر 5 سم، يبقى لا كبيره قوي ولا صغيره قوي، ما تفتحهاش 3 سم تبقى صغيره. يبقى كلنا يلا اللي بيتابعونا واصدقائنا وابنائنا، اما يجي لك سؤال قطاع دائري هتفتح البرجل بتاعك 5 سم، نص قطر 5 ايه؟ سم. واللي فتح 3 سم و4 سم و7 سم مش غلط، صح، بس هتبقى الدائره مش متناسقه مع مين؟ مع المنقله. خلاص انا فتحت البرجل 5 سم ورسمت الدائره بتاعي، وارسم نص قطر يا جماعه. ادي مركزها ميمو، ارسم نصف قطر. خلي بالك الزاويه الاولانيه كانت 45، هتجيبي المنقله. مهم جدا عندي وضع المنقله. المنقله زي ما انت شايف اهي معايا في ايديا اهيت، لها مركز ولها خط الصفر. المنقله لها مركز ولها خط الايه؟ الصفر. اذا اختلفت اشكال المنائل كلها، ولكن كل منقله لها مركز وخط الصفر. انا بعمل ايه بقى؟ انا بحط زي ما انت شفت كده قدامك مركز المنقله على مركز الدائره وخط الصفر على نص القطر اللي انا رسمه، وعد من عند الخط اللي انا رسمه 45 درجه. واحنا خدنا قياس الزوايا في الصف الثالث، ولكن افكرك بيها، بتعد 0 10 بتعد بايديك على المنقله بعد ال 40 بخمس شرط صغيرين، وتحط نقطه وترسم نص القطر اهو، وما تسيبش القطاع فاضي، اكتب البيانات على القطاع 12.5% و45 درجه، وتجيب المنقله تاني. خلي بالك بقى من وضع المنقله المره دي. ايه ده يا مستر؟ ده وضع المنقله ان ما زالت مركز المنقله عند مركز الدائرة، ولكن انتم ملاحظين ان خط الصفر هنا اتغير. خط الصفر كان وقف هنا فين بقى؟ على اخر نص قطر انت رسمه. على اخر نص قطر انت ايه؟ انت رسمه اهو. ونقيس 45 درجة كمان، ونحط نقطة ونوصل ونكتب البيانات في القطاع. يبقى انا ما بنساش حاجة. ما بنساش وضع المنقلة المظبوط، ومنساش البيانات اللي جوه القطاع. بحيث ايه؟ ده تمثيل بيانات يا جماعه، مجرد ببص للرسمه كده اعرف اقرا ايه البيانات اللي جواها. طب الزاويه اللي بعد كده نخش بقى وضع المنقله ازاي يا جماعه؟ بصوا عند اخر، خلي بالك بس، خط الصفر بتاع المنقله عند اخر نص قطر انت رسمه، مهمه جدا المعلومه دي. يبقى ونقيس من عند ايه؟ من عند خط نص القطر اللي انت رسمه، اللي هو الاخر خط اخر نص قطر، ونقيس 90 درجه ونكتب البيانات بتاعنا 25% وليه 90 درجة. وخد بالك برضو من هنا معلومة، ان 25% دي بتمثلك قيمة الدائرة ربعها، يعني قياس الزاوية المركزية اللي مرسومة في ربع الدائرة تطلع كام؟ 90 درجة. وخد بالك من المعلومة دي كويس جدا، عشان هتقابلنا دلوقتي في الايه؟ في الامتحان احنا هنحله مع بعض. يلا نقف بالمنقلة. شوف تاني اهو، شوف المنقلة عمالة تلف معايا. الثابت عندي مركز المنقلة عند مركز الدائرة، خط الصفر بيتغير عند اخر نص قطر انا رسمه، ونقيس القطاع بتاعي اللي هو 30% اللي هي 108 درجة. كده انا فاضل عندي قطاع واحد بس. واحد يقول لي يلا كده خلاص بقى نكتب فيه البيانات يبقى كده خلصنا، اقول لك لا، قيسه. هات منقلتك وكأنك هترسمه وقيسه. شوف بقى وضع المنقلة ازاي، خلي بالك ده اخر قطاع، انا مش ترسم حاجة والمفروض برسوم، وبعد كده المفروض ما تقيسه يطلع لك 72 درجة. انت عارف لو طلعت 72 درجة يبقى انت بقى، خلي بالك، يبقى انت جمعت لي النسبة المئوية طلعت 100%، وجمعت لي قياس الزاوية المركزية طلعت قياس الزاوية المركزية طلعت 360، واخر زاوية عندك صح. يبقى انت عايز ايه؟ محتاج مدرس يعلم لك السؤال؟ لا بالعكس، يبقى انت سايب مسألتك وانت متأكد 100% ان هي صح، و10 على 10. تمام، ده تمثيل البيانات بالقطاعات الدائرية. ومعانا اتصال، بناخد بنتنا أمنية. الو، الو، ازيك يا اسماء؟ الحمد لله، عامل حضرتك؟ الحمد لله. انت بتتكلمي منين يا اسماء؟ انا من سوهاج. سوهاج، انا بعز جدا يا جماعه ابنائنا في محافظات الصعيد. عندك سؤال مش فاهمها يا اسماء؟ نعم. طب استاذنك بس توطي الاول صوت التلفزيون عشان اسمعك كويس. نعم. اسماء، صفحه 68 رقم 32. لا، وطي التلفزيون، وطي التلفزيون يا اسماء. صوت 68 رقم 32. 68 رقم 32 ده 32. تمام. السؤال 73، السؤال الثاني رقم 3 ورقم 5. 73 يا اسماء؟ نعم.
73. السؤال الثاني ده في الاختبار رقم 3، تمام؟ تمام؟ أيوة، رقم 3 و5. رقم 3 ورقم 5. رقم 3 ما فيهوش 5 يا اسماء. السؤال الثاني صوت 73 ما فيهوش رقم 5، ولا رقم 5 في السؤال الأولاني؟ الو، رقم 3 رقم 5 اللي هي الشكل المقابل مربع مساحته 4 5 4. رقم 4 مفيش 5. تمام، يبقى اسماء جايبه معانا صف 73. السؤال الثاني في الاختبار الثالث، الاختبار الثالث رقم 3 و4. شكرا يا اسماء، شكرا يا اسماء. في حاجه ثانيه مش فاهمها؟ شكرا بنتنا، مع الف سلام. تمام، يلا بقى مع بعض. خلاص بعد ما خدنا القطاعات الدائريه، تعالوا بس نجاوب السؤال الاولاني لشيماء طارق. نشيل بس كده، استاذن اظبط الدنيا. شيماء طارق جايب السؤال، بتقول لي حجره، يلا يا شيماء ركزي معايا وكل ابنائنا الصف السادس ركزوا معايا. حجره على شكل متوازي مستطيلات، ماشي، ابعادها من الداخل 7 متر، ده طول 5 متر، ده عرض، ارتفاع الحجره 3.5 متر. تمام يا مستر، يراد تلاقوها بالدهان. جبنا واحد قلنا عايزين ندهنها، تمام. تكلفة الدهان المتر 11 جنيه. طبعا هو المسألة ناقصة، مش كاملة. ناقصة ايه؟ اولا مفيش حجرة مفيهاش فتحات. يا جماعة في حجرة؟ عمركم شفتوا حجرة مفيهاش شباك ولا باب؟ طب مفيهاش شباك احتمال، طب مفيهاش باب امال دخلناها ازاي؟ اذا الشباك والباب دولت فتحات في الجدار، المفروض هو مش هيدهنهم، فالمفروض انا بطلعهم من المساحة الكلية للحجرة عشان ما يحاسبنيش عليهم. خلي بالك بقى، خليك ايه، انت الرياضيات عامة المفروض بنطبقها في حياتنا العملية. فانت جبت واحد هيدلك الحجرة، طب اسأله استنى، هي الفتحة بتاع الشباك دي والفتحة بتاع الباب انت هتدهنها؟ لا مش هتدهنها، فانت بتجيب مساحتها وتخرجها خالص المساحة الايه، الكلية. طيب هي التكلفة 11 جنيه وتمان المطلوب اللي هو طلبه المساحة الكلية والجانبية، يعني التكلفة دي في المطلوب اللي شيماء قالت لي انا مش هستخدمه، ولكن المفروض هو عايز ايه؟ تكلفة الدهان كام؟ تكلفة الدهان كام؟ يبقى انا احل مسألتي زي ما شيماء قايلها لي، وخلي بالكم شيماء قالت لي ما فيهاش شباك ولا باب، اذا متوازي المستطيلات مقفول. انا هجيب له ايه بقى؟ هجيب له المساحة الجانبية والمساحة الكلية لمتوازي المستطيلات، واخد المساحة الكلية ها؟ اضربها في تكلفة المتر اللي هو 11 جنيه هيديني تكلفة الدهان. في مسائل المساحة الجانبية والكلية لمتوازي المستطيلات قلت لك اقرا مسألتك كويس وشوف القاعدة على شكل ايه. اول حاجة خالص قاعدة بتاع متوازي المستطيلات، يا مستر ما على طول تبقى مستطيل تختلف؟ اه ممكن اقول لك قاعدته على شكل مربع اذا اختلفت ولا لا. طب ممكن حاجة تانية؟ لا، اللي عندك السنة دي لما قاعدة على شكل مربع او قاعدة على شكل ايه؟ مستطيل. طب انما اقول لك ابعادها من الداخل 7 متر و5 متر، يبقى القاعدة هنا على شكل ايه؟ مستطيل. يبقى خلاص، يبقى اول حاجة يا شيماء يا طارق شوف القاعدة بتاعك على شكل ايه؟ مستطيل. يلا نجيب مع بعض مساحة القاعدة ومحيط القاعدة. مساحة القاعدة اللي هي على شكل مستطيل، يعني مساحة المستطيل القانون بيقول لك ايه؟ بيقول لك الطول في العرض. طولها 7 × 5 35، التمييز بالمتر يا جماعة، متر مربع. لسه انا بجهز المسألة، لسه ما دخلتش في المنهج بتاعنا خالص. واجيب محيط القاعدة، القاعدة اللي على شكل مستطيل. القانون بيقول ايه؟ محيط المستطيل الطول زائد العرض في 2. اجمع يلا، 7 + 5 واضرب في 2 هيدينا 12 × 2 24 متر. يبقى احنا نقول ايه بقى تاني؟ هنقول ان محيط القاعدة الطول زائد العرض في 2، جمعت 7 + 5 اداني 12، ضربت في 2 24 متر. يبقى انت جبت اول حاجة مساحة القاعدة ومحيط القاعدة اللي على شكل مستطيل. تعال نجيب المساحة الجانبية بتاع مين؟ بتاع متوازي المستطيلات. اقول له المساحة الجانبية، القانون بيقول لي يا شباب، القانون بيقول لي محيط القاعدة في الارتفاع
محيط القاعدة في ايه؟ في الارتفاع. طب ما انا محيط القاعدة انا جايبه، اللي هو طلع كام؟ اللي هو طلع 24. اخد ال 24 اضربها في الارتفاع اللي هو بيقول لي 3.5. وخلي بالكم انا ركزت مع بعض ان التمييزين كله التمييز بالمتر، كل التمييز بالايه؟ بالمتر. اضرب 24 في 3.5 هيدينا 84 متر مربع، عشان دي مساحة. يبقى انا دلوقتي جبت له المساحة الجانبية اللي طلعت 84 متر مربع. فاكرين قانون المساحة الكلية؟ اه فاكرينه. المساحة الكلية بتساوي، انا هكتبه، المساحة الكلية لمين يا شباب؟ لمتوازي المستطيلات. انا شغال في حجرة على شكل متوازي المستطيلات. بتساوي المساحة الجانبية زائد مجموع مساحتي القاعدتين. تاني القانون بيقول كده، المساحة الكلية لمتوازي المستطيلات بيساوي المساحة الجانبية زائد مجموع مساحة القاعدتين. طب هو في الحجرة لما نيجي ندهن احنا بندهن قاعدة ولا اتنين؟ اه يا مستر ده احنا بندهن قاعدتين. يا راجل يعني انت عمرك شفت واحد بيدهن دهن السقف والارض؟ لا يا مستر ما بيدهنش الارض، الارض بتتبلط. قال لا، يبقى انت كده الراجل لما يجي يدهن هدهن لك قاعده ولا اتنين؟ اه ده قاعده واحده اللي هو السقف، اللي هو ايه؟ السقف. يبقى انا في مسالتي اما اقول له المساحه الكليه المساحه الجانبيه زائد مساحه القاعده. وخد بالك مش قاعدتين ليه؟ لان الارضيه يا جماعه ارضيه الحجره ما بتدهنش. يلا نشوف المساحه الجانبيه، انا جبتها 84 زائد مساحه القاعده انا جايبها 35 يدينا 119 متر مربع. ده ايه؟ دي المساحه الكليه. المفروض بقى المساله الطبيعيه ان يكون مديني مساحه الباب والشباك او الباب الشباكين والباب اللي عندي، مساحه الوعاء، مساحه الفوارغ او الفتحات اللي بشدان اطرحهم من المساحه الكليه اللي انا جبتها، وفي الاخر اقدر اخد المساحه الكليه اللي طلعت اضربها في التكلفه اللي هي 11 جنيه. ولكن بنتنا شيماء طارق من حلوان جابت لي المساله كده، هو حتى ما قالتليش اوجد التكلفه، ولكن لو طلب التكلفه يا جماعه اخد ال 119 اضربها في 11 جنيه يديني تكلفه الايه؟ الدهان. افتكروا سؤالي ان شيماء سالتها قلت لها من كتاب المدرسه، قالت لي لا، وواضح ان المساله اصلا مش منطقيه. فاحنا باكد يا جماعه كتاب المدرسه، كتاب المدرسه، امتحان مش يخرج من ايه؟ من كتاب المدرسه. نرجع تاني بقى يا ابنائي احبائي، شوف احنا مجهز لكم ايه. يلا افتح كتاب المدرسه هالاختبار السادس هنحله مع بعض، صفحه 78. يلا يبقى الاختبار السادس صف 78. شوف اول سؤال قدامك على الشاشه، معاك قلمك في ايديك والآلة الحاسبة عشان هتجاوب معايا. ويلا انا مستني بقى تليفوني يلا ويقول انا هجاوب السؤال الاولاني. السؤال الأولاني بيقول في الاختبار السادس 78، اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. سالب 19 أس 0 زائد 19 أس 0 بيساوي سالب 1 و 0 1 و 2. واختر الإجابة الصحيحة. بس الأول معانا اتصال. محمد ألو. ألو ازيك يا محمد؟ كويس. من سواج يا محمد ولا منين؟ من سواج. اخبارك يا حبيبي؟ كويس. معاك سؤال ولا تجاوب السؤال الاولاني اللي عرضه على الشاشه؟ عندي سؤال. اتفضل. صفحه كام؟ صفحه 69 السؤال رقم 40. دي واحده كده، واحده واحده. 69 السؤال رقم 40. ده قطاعات دائريه يا محمد. ايوه قطاعات دائريه. طب انت متابعني من اول حلقه؟ ايوه. يعني انت عرفت السؤال اللي كنت شرحه على القطاعات الدائريه؟ ايوه. طيب بص يا محمد انا اقول لك معلومه صغيره بس، سؤالك جميل جدا على فكره، انتوا عارفين يا شباب. يلا افتح كتابك. سؤال محمد فيه ما فيهوش نسبه مئويه، فالواحد يقول لي هنعمل ايه؟ ما لو في نسبه مئويه يا محمد كنت بحط ال 100 واضرب في 360. تمام يا محمد؟ ايوه. بص يا حبيبي انت اول حاجه عشان يحل السؤال محمد بيقول لي اللغه العربيه 9، الرياضيات 10، ده ساعات المذاكره،
العلوم 6 ساعات، اللغة الإنجليزية 7 ساعات، الدراسات الاجتماعية 4 ساعات. أول حاجة يا محمد بتعملها بتجمع لي الأرقام دي، ماشي يا محمد؟ يعني بتجمع لي يا حبيبي 9 زائد 10، يلا امسك الحاسبة واجمع لي معايا، 9 زائد 6 زائد 7 زائد 4 هيطلع لك 36. كم؟ 36. يطلع 36. خلاص كده بتجيب لي بقى انت قياس الزاوية المركزية للغة العربية. هتاخد 9 على 36 اللي هو مجموعهم هنضرب في كام يا محمد؟ 360. 360 يطلع كام؟ هيطلع لك 90 درجة. يطلع لك 90 ايه؟ درجة. وهتجيب لي الزاوية المركزية للرياضيات، ها؟ 10 على كام؟ على 96. على كام؟ 36. في كام؟ في 360. تطلع كام؟ 100. تمام، يبقى احنا بنجيب ايه يا شباب؟ بنجيب الزاويه المركزيه لكل واحده، وهكذا بقى يا محمد، العلوم واللغه الانجليزيه والرياضي والدراسات، وبعد كده هيطلع لك الزوايا، اجمعها لي الاول، لو طلعت لك 360 يا حبيبي يبقى انت حلك مظبوط، ترجع ترسم الدائره والقطاعات الدائره، تعرف ترسم يا محمد؟ ايوه. طيب انا عايزك تحلها واتصل بيا تاني وقول لي يا مستر انا طلعت الاجابات، الزاويه المركزيه للغه العربيه كذا والرياضيات كذا، وانا هشوفها صح ولا غلط معاك، تمام؟ ماشي يا محمد؟ ايوه. في حاجه مش فاهمها تاني غير رقم 40؟ لا عايز اتسال. عايز تتسال؟ طب يلا معايا الاختبار السادس، بيقول لي اختار الاجابه الصحيحه. سالب 19 اس 0 زائد 19 اس 0 بيساوي كام يا محمد؟ اختار يلا الاجابه الصحيحه. سالب 1 ولا 0 ولا 1 ولا 2؟ يلا محمد. ايوه يلا محمد. سالب 19 اس 0 بيساوي كام؟ بيساوي سالب 1. كام؟ سالب 1. سالب 1 يا محمد. افتكر القاعدة انه نفي الضرب المتكرر او الاسس، اي عدد مع عدد صفر اس صفر بيساوي 1. اي عدد اس صفر بيساوي كام يا محمد؟ 1. يبقى سالب 19 اس صفر هيساوي كام؟ 1. طب زائد 19 اس صفر هيساوي كام؟ 1. 1 زائد 1 يساوي كام يا حبيبي؟ 2. نختار الاثنين، وبنشكر ابننا محمد، وهسيبه بقى عشان يحل يلا المساله دي ويرجع لي تاني بالاتصال ويقول لي طلعها كام. شكرا لمحمد وشكرا لكل ابنائنا في صعيد مصر وخاصه محافظه سوهاج. يبقى اول حاجه يا شباب بحل مسالتي عادي خالص، سالب 19 اس 0 ب 1 مش بسالب 1 زي محمد قال، 19 اس 0 ب 1، 1 زائد 1 يساوي 2. السؤال الثاني خلي بالك ده كله ده منين؟ ده الاختبار السادس يا مستر اللي في كتاب المدرسة صاد 78. سالب 1 أس 104 زائد سالب 1 أس 103 بيساوي كام؟ بيساوي 0 ولا سالب 1 ولا 1 ولا 2؟ يلا في انتظار تلفوناتكم. أنا هنا عايز أقول لك إيه؟ أو أنا أجيب لك التمرين ده ليه؟ عشان عايز أفكرك بقاعدة مهمة جدا وكل خلي بالك. أول ما أقول لك قاعدة أثناء حلقات الشرح اللي فاتت المفروض كنت سجلتها. أما يكون الأساس سالب، إما يكون الأساس سالب والأس زوجي يتلاشى السالب يتحول يبقى موجب. تاني لو الأساس سالب والأس زوجي يبقى القيمة بالموجب. طب لو الأساس بالسالب والأس فردي يفضل سالب زي ما هو. افتكرنا؟ خلاص؟ طب اللي ما كتبهاش قبل كده في حلقه الشرح يكتبها معايا النهارده في حلقه المراجعه. واحد سالني برضو في حلقه الشرح بيقول لي طب يا مستر لو الاساس بالموجب. خلاص يا حبيبي الاساس بالموجب هيفضل موجب مش هيتغير خالص. انا بتكلم الاساس بالسالب زي دي، سالب 1 اس 104. هو انا جايب لك المساله دي عشان تضرب لي سالب 1 في نفسها 104 مره؟ لا، انا جايب لك اللي عشان اقول لك افتكر القاعده. ده الاساس سالب والاس 104، ال 104 زوجي، اذا السالب 1 هيطلع ايه؟ موجب 1 اهو. طيب شوف اللي جنبها بقى، سالب 1 اس 103 ده الاساس سالب والاس فردي، ايه رايك نعمل ايه؟ يفضل سالب زي ما هو، سالب 1 العدد ومعكوسه الجمعي بيساوي 0. الرياضيات لذيذه واستمتع بيها وانت بتحل خطوه خطوه، افهم انت عايز تروح فين وتوصل لايه بالظبط. السؤال الثالث في السؤال الاولاني نموذج الاختبار السادس 78 بيقول لي القيمه المطلقه لسالب 9
وقال لي تنتمي ولا لا تنتمي، ولا جزئية ولا ليس جزئية للصلاة مجابة. وقبل ما اجاوب السؤال ده معانا اتصال من ابننا كرولوس طبعا حبيبنا. الو، الو، ازيك يا كرولوس؟ الو، عامل ايه؟ الحمد لله حبيبي، وحشتني انت وكل ابنائنا الشارع الابتدائية. كنت مرة كده يا بس. طب اخبار المذاكرة ايه بقى معاك؟ الحمد لله. حليت يا كرولوس كل كتاب المدرسة؟ كل المذاكرات. يعني مفيش اي حاجة مش فاهمها؟ لا كله فاهم. طب تجاوب معايا السؤال اللي على الشاشة يا كرولوس؟ اجاوب. يلا يا بطل. ابننا كرولوس يا جماعة من القاهرة بيقول لي القيمة المطلقة لسالب 9 وهنا صاد موجبة، اختار يلا يا كرولوس، تنتمي ولا ليست تنتمي، ولا جزئية ولا ليست جزئية؟ يا دي ما تنتمي. تنتمي. طب ليه يا كرولوس؟ يا دي انت طلعها بكام الأول؟ دي سالب 9، القيمة المطلقة تطلع بموجب 9. القيمة المطلقة لسالب 9 تطلع بموجب 9. القيمة المطلقة يا جماعة في حالة الشرح كنا بنقول يا كرولوس بنقول القيمة المطلقة هي مسافة بين النقطة والصفر ونقطة الصفر على خط الأعداد، والمسافة ما ينفعش يبقى بالسالب، ما ينفعش يبقى القيمة المطلقة على طول بتخلي السالب ايه؟ موجب. يا كرولوس طب بتخلي الموجب سالب؟ ايه؟ القيمة المطلقة بتخلي الموجب سالب؟ لا طبعا، لا الموجب بيفضل موجب زي ما هو. يبقى التسعة موجودة في صاد موجبة؟ اه موجودة في صاد موجبة. طب اخد لاش يا كرولوس؟ ايوه. مع ان التسعة موجودة في صاد موجبة انت قلت لي تنتمي، ليه ما قلتش جزئية يا كرولوس؟ علشان مش موجودة في كل مجموعة. يا سلام، بنشكر ابننا كرولوس، بنحييك يا كرولوس، ويعني دايما تابعنا كده. نعم ان شاء الله حبيبي، ان شاء الله هتشوفنا احنا الاثنين الجمعه الجايه، واحنا بنشكرك وبنشكر طبعا مستر ابراهيم بجد، يعني بيوحشنا من الحلقه للحلقه. شكرا يا كرولوس. يبقى يا حبيبي شوف كده، احنا قلنا التسعه تطلع القيمه المطلقه للموجب 9، الموجب 9 طبعا ده عنصر مش مجموعه، ولكن طلعت ايه؟ بينتمي الى ص الموجبة. ده السؤال الاولاني هنخلصه وناخد نجاوب على سؤال بنتنا اسماء طبعا مش ناسيها، ولا سؤال محمد. احنا قلنا خلاص محمد ده احنا ادينا له مفتاح الحل، والمفروض دلوقتي بيحل السؤال قطاعات داريه سهل جدا ما فيهوش اي حاجه. معانا هنا برضو تكمله السؤال الاولاني النموذج السادس، بيقول لي عند القاء حجر نرد وملاحظه الوجه العلوي، يلا الاحتمال اخر درس، فإن احتمال الحصول على عدد أكبر من 6. بصوا معايا بقى، هو حجر النرد أولا لما يجي لك سؤال احتمال لازم الأول تقول لي فضائل عينة كده في دماغك إيه؟ حجر النرد فضائل عينة يا إما 1 يا إما 2 يا إما 3 يا إما 4 يا إما 5 يا إما 6. مفيش حاجة تانية، مستحيل يطلع لك حاجة تانية. طب السؤال بيقول لك عدد أكبر من 6، هو انا مرمي حجر النرد قلت لكم فضائل عينه هو من 1 ل 6، ممكن يطلع لي حاجه 7؟ هتيجي منين؟ 8؟ ما هتيجي منين؟ خلاص هتيجي منين ده يعني ايه؟ مستحيل. وفي السؤال اللي كنت مش عارف بناقش ابننا مين وقلت له الحدث المستحيل بيساوي 0، يبقى احتمال الحصول على عرض اكبر من 0 ما تقوليش فاي، احتمال يا جماعه بيساوي اكبر من 6، يبقى الاحتمال بتاعنا ايه؟ بتاعه 0. قياس الزاويه المركزيه، ده يا سلام، ده انا قلت لكم انا بشرح لكم القطاعات الدائريه في المساله اللي كنت جايبها لكم، وقلت لك خلي بالك من ربع دائره، الربع ايه؟ دائره. قياس زاويه القطاع في ربع دائره بتساوي كام؟ اه في ربع دائره يبقى 90 درجه، 90 درجه. اخر حاجه بيقول لي صاد موجبه فرق صاد سالبه، خلي بالك الناقص دي فرق، وفرق يعني ايه يا جماعه؟ فرق يعني اللي موجود في صاد الموجبة ومش موجود في صاد السالبة، يبقى فرق دي معناها الموجود العناصر الموجودة في صاد موجبة ومش موجودة في صاد سالبة. طبعا قولي ما هي كل صاد موجبة. تمام. طب بقى بص كده الاختيارات اللي انا جايبها لك، ده انا جايب لك اختيارات غريبة جدا، انا جايب لك اختيار فاي تمام وط فرق صفر وصاد، ده انا مش جايب لك صاد موجبه، يبقى ايه نعمل ايه؟ اه يا جماعه ما خلي بالك هي ط فرق صفر اللي هي ايه؟ اللي هي الصاد الموجبه، ط فرق صفر اللي هي الصاد الموجبه. وده كان السؤال الاولاني في الاختبار رقم 6. نرجع بقى تاني هنا، ابنتنا اسماء جايبه لنا سؤال نشوفه مع بعض.
السؤال اللي كان في كتاب المدرسة 73 يا جماعة، 73 ال 73، نشيل بس ده الأول كده ونفكركم بالسؤال. يلا يا شباب، بيقول لي رسم لي دائرة رقم 4، صد 73 السؤال التالت رقم 4، رسم لي دائرة، معلش أنا رسمها كده بداية بس كروكي كده علشان نشرحها لكم عليها، ورسم لي هنا مربع، أنا بعزلكم عشان مش مظبوط، وظلل لي الجزء ده بس هي عندكم في كتاب المدرسة. وقال لي مربع مساحته، ده مساحة المربع 4 سنتيمتر مربع، ده مساحة المربع، مرسوم داخل دائرة مساحتها، يبقى مساحة المربع 4 سنتيمتر مربع، ومساحة الدائرة، دائرة مساحتها 2 سنتيمتر مربع. خلي بالكم هو عايز مساحة الايه؟ الجزء المظلل. هو احنا المفروض اما نطرح مساحة الدائرة ناقص مساحة المربع هيدينا ايه؟ هيدينا مساحة الجزء الايه؟ المظلل. لا خلي بالك، ده هيدينا 4 حاجات. ده خلي، لو انت طرحت مساحة الدائرة كلها ناقص مساحة المربع هيدي لك كل الأجزاء دي، هيدينا كل الأجزاء ايه دي. طب ما الأجزاء دي متساوية، طب بعد ما تطرح هنقسم على كام؟ هنقسم على 4. تمام يا شباب، يبقى دي كانت مسألة أسماء ص 73 رقم 4. قلنا مساحة الدائرة الكبيرة مرسومة، بنطرح منها مساحة المربع، وبعدين بنطرح ونقسم على 4 عشان هو عايز مساحة الجزء المظلل بس مش ال4 أجزاء. نرجع تاني مع بعض، أنا مجهز لكم بقى مسألة جميلة جدا، الاختبار الثالث رقم 4 ألف، رقم 4 إيه؟ ألف. احسب المساحة الجانبية والكلية لعلبة على شكل متوازي مستطيلات قاعدتها على شكل مربع طول ضلعه 6 سم. جات لك اهي، يعني في بدايه الحلقه بتاع وانا بشرح لك المساحه الكليه بتاع الحجره بتاع شيماء، قلت يا جماعه القاعده بتاعتك شوفها على شكل ايه الاول، القاعده مربع ولا مستطيل؟ اهي هنا جات لك، بيقول لك قاعده على شكل مربع طول ضلعه 6 سم وارتفاعه كام؟ 10 سم. اقرا المساله كويس وشوف القاعده بتاعك على شكل ايه، القاعده بتاعك على شكل مربع، يلا هتجيب مساحه المربع ومحيط المربع، محيط المربع طول الضلع في 4، يبقى 6 في 4 ب 24 سنتيمتر بس، ومساحه المربع طول الضلع في نفسه يبقى 6 في 6 ب 36 سنتيمتر ايه؟ مربع، عشان دي مساحه. جهزت المساله، يلا يا جماعه نقول بقى المساحه الجانبيه محيط القاعده في الارتفاع، يبقى المساحه الجانبيه للمتوازي المستطيلات ب 24 في 10 ب 240 سنتيمتر مربع. المساحه الكليه هنا بقى نكتب، مش قول بقى مساحه زائد مساحه القاعده الواحده، لا دي بقاعدتين لانه ماليش اي معلومه خالص تبين اللي هو بقاعده واحده، يبقى المساحه الكليه للمتوازي المستطيلات المساحه الجانبيه زائد مجموع مساحه القاعدتين، يبقى المساحه الكليه بتساوي 240 زائد 36 زائد 36 312 سنتيمتر مربع. خلي بالكم بقى، شوف الامثله امشي زي ما انا بقول لك بالظبط كده. طب انا بتكلم عن مساحه كليه او جانبيه، اقرا المساله حط ايدك على القاعده على شكل ايه. نرجع تاني يا شباب للاختبار السادس، السؤال الثاني جميل جدا، بيقول لي اذا كان ألف بتساوي 3 أس 2 و ب بتساوي 2 أس 3، 2 أس ايه؟ أس 3، فأوجد ألف ناقص ب الكل أس 5. مبدئيا أول حاجة هتجيب لك قيمة ألف، هي ألف بتساوي 3 أس 2 ضرب متكرر، 3 أس 2 يعني ايه؟ يعني 3 في 3، يعني ألف دي هتساوي 9، ألف هتساوي 9، 3 أس 2 ب9. طب وب ب بتساوي ب 2 اس 3 يعني 2 في 2 في 2 يعني ب بتساوي 8. اما ا بتساوي 9 وب بتساوي 8، هو عايز ا ناقص ب الكل اس 5. طب ما ا ناقص ب يعني 9 ناقص 8 الكل اس 5، يعني 1 اس 5 طبعا بكام؟ 1 اس 5 ب1. شفت المساله جميله ازاي؟ فكرتها ايه؟ فكرتها انك تحل تجيب لي قيمه ا بكام وقيمه ب بكام. السؤال الثالث في الاختبار السادس، سؤال جميل جدا، احنا تعودنا التحولات الهندسية يا شباب لإما انتقال لإما انعكاس لإما دوران. احنا خدنا الانعكاس الصف الخامس، وخدنا الانتقال معاكم السنة دي، والدوران في الإعداد إن شاء الله.
قبل ما نقول بقى السؤال الثالث ده، معانا ابننا محمود من محافظة البحيرة. الو الو، ازيك يا محمود؟ كويس الحمد لله. اخبارك يا حبيبي؟ الحمد لله. في حاجة ما انتش فاهمها يا محمود؟ لا كله تمام؟ ايوه. طب تجاوب السؤال اللي قدامك على الشاشة؟ ماشي. طيب احنا كنت اقول بس من شوية يا محمود ان احنا تعودنا ان احنا ايه؟ ان احنا بيديني النقطة وبيديني مقدار الانتقال ويقول لي هات صورتها، مش ده اللي اتعودنا عليه يا محمود؟ ايوه، بس هو اداني الصورة وعايز والانتقال وعايز يجيب النقطة. النقطة الأصلية. أنا هنقدر في الصورة من الانتقال. بالظبط كده. طب يلا يا محمود نشوف مع بعض كده. بيقول لي النقطة ألف وب صورتها 5 وسالب 4 بانتقال 2 وسالب 3، فما إحداثي؟ هو عايز بقى الأصلية ألف وب. اتفضل يا محمود يلا. هتبقى إحداثيات يبقى ألف بتساوي 5 ناقص 2 بتساوي 3 و ب بتساوي سالب 4 ناقص 3 بتساوي سالب 4 زائد 3 يبقى سالب 1. يبقى يا محمود طلع لي ألف بتساوي 3 مش كده؟ 3 و ب بتساوي كام؟ سالب 1. طيب دي إجابة محمود. يا محمود مش أنا قلت إن الرياضيات المادة الوحيدة اللي أنا بعرف إذا كان حلي صح ولا غلط؟ ايه. طب ما تيجي نشوف يلا حلك صح ولا غلط. احنا طلعت النقطه بتاع محمود يا جماعه 3 وسالب 1 صح؟ 3 والاثنين 5. لا استنى واحده محمود، دي واحده معايا، وادي الانتقال اهو 2 وسالب ايه 3. كان عايز اجيب بقى الصوره ده اهو. يلا يا محمود 3 و2 5. برافو عليك، يبقى كده محمود تمام. سالب 1 وسالب 3 سالب 4. شفتوا بقى يا جماعه؟ يبقى احنا بعد ما نجيب ما تجيب النقطه الاصليه ما تسيبهاش وتقول خلاص، لا هات الانتقال 3 و2 5 وسالب 1 وسالب 3 سالب 4. اللي بنشكر ابننا محمود، وعايز اعودكم حاجه، بعد كل سؤال انت تاكد من الحل بتاعك يا محمود. بنشكر ابننا محمود من البحيره، شكرا ليك يا محمود. شفت المساله عامله ازاي؟ في بقى للاسف ابنائنا بيتلخبطوا ويقولوا خلاص احنا متعودين واتبرمجنا مديني صوره، يبقى الثانيه الانتقال اجمعهم مع بعض، يقول لي ده 5 و2 7 وسالب 7. اقول له انت ما تستعجلش يا جماعه، الرياضيات مش عايزه كده، الرياضيات مش عايزه كده. شوف انت عايز ايه، هو انا مدي لك ايه؟ ده انا مدي لك الصوره بتاع النقطه ومدي لك مقدار الانتقال وعايز النقطه الاصليه. بنشكر ابننا محمود من محافظه البحيرة. ما زلنا في حلقات المراجعه، وقلت لكم المراجعه جميله جدا. يلا نشوف بقى السؤال ده جميل جدا، الاحتمال الاختبار الثالث رقم 3000. يلا نشوف مع بعض. سلة بها كرات مرقمة من 1 إلى 15، سحبت كرة سحبا عشوائيا، يعني ما اخترتش ما نقيتش، سحبا عشوائيا انت ما بتنقيش، فما احتمال ان تكون الكرة المسحوبة؟ يعني في سلة فكور وانا مرقم من الكور دي، كل كرة كتب عليها 1 2، كل كرة 3 والكرة التانية 4 وهكذا لغاية 15، يبقى السلة عنده فيها 15 كرة مترقمين. عايز بقى احتمال ان تحمل عددا زوجيا، ان الكرة اللي انا اسحبها دي بتحمل عدد زوجي، واحتمال عدد اكبر تحمل عدد اكبر من او يساوي 11. انا عايزك تعمل حاجة. تعمل ايه؟ اما يجي لك سؤال زي كده اكتب فضاء العينة عشان ما تتوهش. زي ما قلت لكم في حجر النرد، فضاء العينة في حجر النرد 1 2 3 4 5 6. فضاء العينة في الصورة في العملة صورة وكتابة، تمام؟ فضاء العينة في المسألة اللي قدامك اهو 1 2 3 لغاية 15، كأن دي الكور اللي قدامك. يلا يا عم انت عايز اول احتمال ايه؟ ان يكون عدد زوجي. طب ما تيجي نعد كام عدد زوجي هنا في الارقام اللي انا كاتبها لك في فضاء العينة. الاثنين عدد زوجي، دي 1، الاربعة 2، الستة 3، التمانية 4، عد العدد الزوجية بس 5 6 7، يبقى كام عدد زوجي هنا؟ 7، وكله كام؟ كله 15، يطلع الاحتمال بتاعي ان يكون عددا زوجيا 7 على 15. وافكركم ان الاحتمال الممكن اكبر من 0، اكبر من 0 واقل من 1، انما الاحتمال لما يكون بيساوي 0 مستحيل، وما يكون بيساوي 1 مؤكد. هنا الاحتمال بتاعي طبعا مظبوط، يبقى 7 على 15. الحاجة التانية، عايز ان تحمل عددا اكبر من او يساوي 11. هي يا مستر تفرق كتير،
لما يقول لي اكبر من 11 او اكبر من او يساوي 11، يا نهار ابيض ده بتفرق كتير خالص. ازاي؟ لو قلت لك اكبر من 11 مالكش دعوه بال 11. طب اكبر من او يساوي 11، خد ال 11 معاك. عرفت بقى بنعملها ازاي؟ تاني، يبقى انت عايز اكبر من او يساوي 11. ال 11 معانا، معانا، يبقى 11 و12 و13 و14 و15 دي كام؟ 5 على كام؟ على 15. اوعى اوعى ما تخسرش الاحتمال بتاعك، احتمال لو في اختصار اختصره زي اختصار الكسور كده، تمام؟ 5 و15 نقسم على 5 يبقى 1 على كام؟ على 3. سهله جدا يا جماعه، بس الاول اكتب فضاء العينه. وبناخد اتصال مي. الو، ازي حضرتك يا مستر؟ ازيك يا بنتي، اخبارك ايه؟ كويس حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، طول ما انتوا شطار احنا كويسين طبعا. يا مستر انا جبت 20 في امتحان الميني ترم رياضه بتاع اخر السنه. لا اللي هو بتاع اللي هو من اخر السنه. الميني ترم. تمام، برافو عليك يا حبيبتي. والاخبار المذاكره معاك ايه؟ لا الرياضه بقت احبها جدا الحمد لله. انت من القاهره يا مي ولا منين؟ ايوه من القاهره. من القاهره. طب في حاجه ما انتش فاهمها يا مي؟ لا انا عايزه اتسال. عايزه تتسالي؟ طيب بص، احنا في مساله بقى يعني دسمه جدا، انا مش عايز اجيب ال ادي يا جماعه قدامك يا مي اهو في الاختبار السادس اللي احنا بنراجعه، بيقول لي برضو على الاحتمال معايا يا مي. صندوق به 5 كرات بيضاء وثلاث كرات زرقاء وثمان كرات حمراء جميعها متماثله، يعني واحده من كلهم زي بعض، واحده كبيره وواحده صغيره ولا حاجه. سحبت كره دون النظر اليها، فما احتمال ان تكون الكره المسحوبه خضراء؟ يلا يا مي. اول حاجه هنجمعهم كلهم. ايوه هنقول 5 و3 8 8 8 و8 كام؟ 16. 16 يبقى كلهم عددهم كام؟ الكره كام؟ 16. 16. طب هو عايز هتبقى خضراء. عدد الخضراء كام؟ هما 5 كرات بيضاء وثلاث كرات زرقاء وثمان كرات حمراء. بس هو هنا متذكر خضراء. مفيش خضراء. طب احنا هنجيبها ازاي؟ قولي انت بقى، هو انا ينفع امي امد ايديا في الصندوق ده اطلع كور خضراء؟ لا هنقول فاول. لا خلي بالك انا عايز احتمال. احتمال هتبقى صفر. احتمال يعني مستحيل يا جماعه ان الكره اللي تطلع تطلع خضراء، صح ولا لا يا مي؟ ايوه هتبقى، يبقى احتمال ده صفر. الثانيه بقى اللي هي ليست حمراء. بس استني بس، نكتب جنبه كده يا جماعه حدث عشان نبقى فاهمين، مستحيل، ولو طلع واحد يبقى نقول حدث ايه؟ مؤكد. مؤكد. طب انا عايز بقى ليست حمراء يا مي. ليست حمراء هنروح قايلين اللي هي جامعين البيضاء والزرقاء. شفتوا بما اتلخبطناش ازاي؟ انت عارفين انت عارفه يا مي انا كان ممكن اقول لك ايه؟ احتمال ان تكون الكره المسحوبه بيضاء وزرق او زرقاء، كنا جمعناهم برضو. ولكن انا جبت السؤال كده ليه؟ علشان للاسف في بعض ابنائنا بيزعلونا قوي، ما بيقروش كويس. هنقول تمام؟ ما بيقروش المساله كويس، ومجايين ايه؟ ليست حمراء، يجيبوا لك احتمال تكون الكره حمراء، انما لا، ليست حمراء زي ما قالت لنا بنتنا مي الممتازه. هنجمع الكور البيضاء والزرقاء، 5 زائد 3 كام؟ 8. على كام؟ على 16. اسيبها كده يا مي. 8 ما ينفعش، خلاص هنقسم على 8 يدينا 1 على 2. وبنحييك وبنشكرك بنتنا مي، ممتازه جدا وشاكره. شكرا لك يا مي، شكرا لك. تمام يا جماعه، يبقى انتوا شايفين حلقات المراجعه بنغطي بقدر الامكان المنهج، وبنسيبش درس لما نجيب منه. واهم حاجه الاحتمال، خلي فضاء العينه قدامك واقرا كويس، تمام كده؟ طيب ايه رايكم بقى في المساله دي؟ دسمة جدا في الاختبار النموذج السادس برضه، السؤال السادس. حمام سباحة بعدي قاعدته 40 متر و10 متر وارتفاعه 2.5 متر، يراد تغطية ببلاط، تغطيته ببلاط سيراميك مربع الشكل، طول ضلع البلاطة 25 سنتي، لا متر وسنتي. أولا كم عدد الكراتين الكاملة اللازمة لتغطية أرضية وجدران الحمام إذا كان كل كرتونة بها 16 بلاطة؟ ثانيا ما تكلفة تبلية الحمام إذا كان سعر المتر المربع من السيراميك 45 جنيه وكمان 5 جنيه مصنعية تبلية المتر السيراميك؟ ده على فكرة السؤال الثالث في النموذج السادس. فكرة المسألة إيه؟ فكرة سهلة جدا. أنت عايز تبلط حمام السباحة، يعني عايز إيه؟ مساحة كلية. تمام؟ بعد ما تجيب لي المساحة، طب على فكرة بقى بنظرا لانتهاء وقت الحلقة هنخلي ده سؤال الحلقة يا جماعة، سؤال الحلقة النهاردة النموذج السادس السؤال الثالث رقم ب اللي هو حمام سباحة بعدي قاعدته 40 متر و10 متر، والسؤال قدامك على الشاشة. ده سؤال حلقتنا، إن شاء الله الحلقة الجاية إن شاء الله هنستقبل تليفوناتكم في إجاباتكم. حلقات المراجعة مهمة جدا، تابعونا
وحلوا أسئلة كتير، وأي سؤال يقف معاك من كتاب المدرسة اتصل بينا فورا. أبناء أحبائي والله معاكم الوقت بيمر بسرعة وبتوحشونا من الأسبوع لأسبوع، يا رب دايما تكونوا متفوقين والدرجات النهائية. أشوفكم إن شاء الله على خير الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.